علاقتي بالنادي الاهلي علاقه يعني شبه ازليه، يعني انا من ساعه ما دخلت النادي الاهلي يعني من سنه 71 لغايه هذا الموسم اللي هو 2022 2023 ما سبتش النادي الاهلي الا ثلاث سنوات فقط. لعبت بقى مراحل سنيه كلها المختلفه 18 و20، ما كانش فيه الاول 15 ولا 17 زي دلوقتي او 18 و16، ما كانش فيه الا مرحله سنيه واحده هي 18 و20 سنه، وكان تحت 12 سنه بس هي اللي كانت موجوده. لغايه ما لعبت بقى في الفريق الاول لعبت حوالي 10 مواسم، وبعدين كنت كابتن النادي الاهلي. تدرجت بقى من لعيب لاداري لمدرب فريق لمدرب فريق اول لمدير فني قطاع السيدات لمدير اداري قطاع السيدات، والسنه دي مدير اداري قطاع 3 على 3. احنا كنا بدانا 18 سنه و20 سنه، فاخذنا بطوله 18 سنه في سنه من سنين، وبطوله 20 سنه كان معانا كابتن الله يرحمه كابتن طلعت جريدي، دي كان بطوله يعني كان فيها واخذناها من نادي الزمالك. وبعد كده في الدرجه الاولى يعني كان في بطولات قريبه خدناها، ويمكن كان في منافسه شويه لان كان معظم المدربين من خارج النادي. الواحد كان حظه هو لعيب يعني مش موفقين كتير الا بس، انما يمكن اتعوض بقى واحنا بقى مدربين ربنا عوضنا، وخدت بطولات جمهوريه وقاهره في 14 وبطولات قاهره وجمهوريه في مرحله سنيه تحت 16، وكان اول مره يعملوا فيها بطوله المرتبط، كنت اول بطوله مرتبط تحت 16 سنه انا كنت موجود، كنت انا ماسك فرقه 16 سنه، كنت اول بطوله مرتبط في تاريخ النادي وفي تاريخ الباسكت. بعد كده تدرجت بقى مع بطولات 18 سنه برضو الجمهوريه، وبعدين مع الدرجه الاولى كان في بطوله افريقيا، فكان النادي الاهلي مع كابتن اشرف توفيق فاخدنا برضو بطوله افريقيا. وجانب بقى مدير اداري في قطاع السيدات اتخذنا فيها حوالي 6 بطولات دوري مرتبط و3 بطولات دوري سوبر و3 بطولات منطقه، ده في المدير الاداري في اللي انا اشتغلت فيه. طول لما كنا في 20 سنه كان نادي الزمالك، وكان نادي الزمالك ساعتها فرقه جامده، احنا بس احنا ربنا وفقنا مع كابتن طلعت ان احنا خدنا البطوله دي، ودي كانت اصعب بطوله واحنا في الناشئين. دايما الاهلي بصراحه يعني الواحد برضه مهما بيحصل دايما بيبقى سبورت لاولاده وبيقف معاهم، ولو في اي مشكله بيقدر يحلها لهم حتى من يعني من غير ما هو يشتكي، او اذا كان هم بيعرفوا او هو يعني اشتكى ان في مشكله عامه هنا، وخصوصا يعني الناس اللي قدام الله يرحمه كابتن كمال حافظ وكابتن صالح، يعني الناس دول يعني الواحد عاشرهم وهو صغير، فكانوا دايما سباقين ان هم بالخير دايما، كنا دايما يعني واحنا ناشئين وبنلعب نلاقيهم دايما واقفين معانا موجودين وبيحلوا لنا مشاكلنا. يعني جمهور الاهلي دايما هو السند للنادي الاهلي، وهو دايما اللي واقف معاه في جميع البطولات سواء بقى في كره القدم وهي اساس، وسواء بقى وبعدين هم كمان يعني كان زمان يعني هم معدودين على الاصابع اللي بيجوا ورا الباسكت، انما دلوقتي بقت اللي هي العاب الصالات اللي في النادي الاهلي متابعين الباسكت، ويمكن بيتابعين الباسكت والالعاب كلها اكتر من اللعيبه ومن الناس كلها، ويعني هم بس يعني ساعات كده بيحاولوا ان هم يبقى ليهم وجهات نظر قد تكون سليمه وقد تكون مش سليمه، بس احنا الواحد بيتوسم منهم ان هم دايما يعني ايه يسيبوا في الاخر الراي لاداره النادي وللاجهزه ان هم يقدروا يختاروا.